ناس جاهم فاخير وبلاهم مسجد خلص كل شيء البويه كل شيء ما عاد الا الفرش والسماعات وذي، وعندهم تاجر في الحاره. وكل ما راحوا للتاجر ذا طردهم. جاء واحد هناك لقى الشيبان يتشكون يا ولد التاجر ذا، قال ايش سالفته؟ قالوا كل ما جيناه طردنا، والرجال عنده خير نبغى يفرش المسجد نبغى. قال بروح له. راح للمره الاولى اطرده، راح للمره الثانيه اطرده، راح للمره الثالثه طلع له ودفع لي وجهه انت وكرامه. الشايب مسك نفسه، مسح دفاله انت وكرامه، قال هذه لي بس اللي لله وينه. يقول انبهت الرجال، انصدم التاجر ذا، قال اي شيء ناقص المسجد انا اتكفل به. يقولون بعده ما تفك الصلاه، صلاه جماعه معهم. شوف الكلمه الطيبه كيف اثرت عليه. صح، التاجر هذا الله يحبه، دله الخير. إيه؟ والدين معامل التاجر هذا اللي يحاولوا فيها الناس كلهم، الله يحبه سبحانه وتعالى، لكن يدل على الخير، لكن النفس ترده. إيه؟ لان سبحان الله فتح الله باب خير. نفس اماره بالسوء. الله يجزاكم خير. بعدين فعلا لان الشيء اللي تعمله لله سبحانه وتعالى الله يجعل فيه اثر. على طاري السالفه ذي، اهم شيء ان كل اعمالك لله سبحانه وتعالى ولا تراقب الناس. نعم. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول كان يتصارع هو يا رجل في معركه مع مشرك، يقول انه يوم انتصر على الرجل وقده مهون عليه اما بسيفه او انه قام الرجل اجلكم الله تفل في وجهه، يوم تفل في وجهه يقول تركه علي بن ابي طالب، قال له اللي عنده رحمك الله يا علي، يوم منتصر عليك وانت تبغيه يوم ملكته خلاص فكيته، قال انا كان احارب لله سبحانه وتعالى احارب لاجل اعلاء كلمه الله، يوم تفل وجهي جاء في نفسي شيء اني اضربه علشان تفل وجهي، اني انتصار لنفسي مو انتصار لله، فانا تركت لله. لا اله الا الله. شوف ترى هذا اللي يعمل الله قبل شوي ما عنده مشكله بلاها، بس انه يبغى يقول عند الله سبحانه وتعالى والله عطاه. شوف المسجد قده وسبب بنايته سبب الاجر، وإلى قيام الساعة وأجر يمشي. يا الله أستاذ. فالإنسان يتعامل مع الله. الله سبحانه وتعالى له 99 رحمة. رحمة واحدة في الدنيا، وشوف كيف احنا في نحمد الله ونشكره. ما بالك في الباقي في الآخرة. الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم. اللهم آمين. من رحمة ربي سبحانه وتعالى. يقول حتى أن الحيوان يقول يرفع رجله من ولده رحمة به، هذه من الرحمة. صدقت. وهي رحمة واحدة. رحمة واحدة. ما بالك الباقي. الله يجعلنا اياكم من الرحمه يا رب. اللهم ابشروا بخير، ترى ان شاء الله مجلسكم ذا ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما جلس قوم ما جلس قوم يذكر الله الا نزلت عليهم السكينه وقشتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله عندهم. انتم ان شاء الله الله يذكركم الان. يا رب. جزد يذكر الله سبحانه وتعالى. الله يجعلنا وياكم من هلا. يا كريم يا كريم. الوقف اليتيم. وقف اليتيم اول شيء أنت الإنسان ما كل ما تعمل ترى لنفسك، لا ما تعمل للناس. ما أنا والله ما تصدق وأروح أبغي الأيتام يشبعون، لا لا أنا أعمل لنفسي. الله سبحانه وتعالى قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة. أنت الذرة اللي ما تنشاف تراك بتعينها بالدنيا وتعينها بالآخرة، الله بيجازيك فيها. أنت تعمل لله سبحانه وتعالى، والأيتام لهم حق علينا. أول شيء اجرهم عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكاف اليتيم كهاتين الجنه. والحاجه الثانيه الصدقه هذه يقول سبب حتى في شفاء المرضى، النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه. صدق. صدق والله ان فيها تفريج هم، وان فيها سبب استجابه الدعاء، وان فيها شفاء الامراض، وان فيها حاجات الانسان ترى يغفل عنها، وفيها بركه. ويوم القيامه المسلم يظل صدقته. ظل صدقة يوم القيامة، يعني هذه الصدقة والله لو الإنسان يستشعر أجرها أنها توقع أنه ما يترك يوم إلا ما يتصدق فيه. فلذلك تصدق على أيتام في جمعية إيش؟ جمعية اليتيم الأول في محافظة جيزان، في محافظة جيزان، نعم، في وادي عمود. تصدق لو بشيء يسير، لو أدناها ريال واحد، لو ما عندك في حسابك إلا ريال حوله وتشوف كيف البركة، وين زدت زاد الله لك. الحين الواحد تخنق له العبره اذا صار يتحدث ولا يقدر يفعل. نعم. انا ما ودي اتحدث كل شوي بس ودي افعل. ما بتفعل. انت ذكرت انت انو النية بس. يمكن الانسان يفعل. انو النية وبتيسر امور كلها فعلا. لا انا اقصد اتكلم عن نفسي. عن نفسك اي.
عندك مثلا تودك تبرعك ما معك لا جوال ولا معك شيء، لكن تنوي اذا جت اخذت الجوال انما الاعمال بالنية يعوق عليه ان شاء الله انما الاعمال بالنية لكن اسال الله ان يكون في عونهم ويفرج همهم الله يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر بس الله ينفع بنا احنا طول السلام احنا الله اعطانا هالمهمه هذه فباذن الله ننجزها ونسر امورنا ان شاء الله باذن الله باذن الله ودال على الخير كفاعله اجل اهم شيء ما شاء الله يتقبل تذكيركم ان شاء الله ما يروح كذا ان شاء الله فيك الناس فيها خير في ناس تبغى خير والله فيها خير والله احيانا شوف انا كنت اتابع بعض برامجي والله احيانا اني ما لي صدقه ولا انا ابغى اتصدق ولا انا ودي بخير ودي بس ناسي من مقال رجل ناسي وانك تشوفك الرجال احيانا يوقف اما في المسجد ولا يتذكر في اليتيم يتكلم عن اليتيم وانك تطلع جوالك درهمك موجوده وتطبيقك موجود تحول حتى لو 50 لو 10 لو 20 لو 30 تحولها ما يتخسرك شيء والله مسهلنا الطريق دي هاي الطرق ميسره الامور كلها وانت جالس ما قرر ما تاخذ منك اقل من دقيقه طق طق انا سويت شيء عظيم عند الله سبحانه عظيم سهل عليك صح جاني رجال جيت ضايق من شغلته ما خلصت يعلمني يسولف عليك قال متى ما ضاقت علاك خش وتصدق الله ويقول اسوي الشيء هذا مع نفسي انا يقول خش وتصدق متى ما ضاقت علاك اي متى ما ضاقت علاك تذكر صدق وتصدق شوف وش حصل بعدها وراح من عندي وقعت في قلبي عاد هي وقال تصدق وصدقت بعدها بعد فتره كذا ذكرته وتصدقت كان مر علي موقف الدوام شوي ضغط حصل في مشكله عندي وتصدق خليته وقمت منه الموضوع هذا راح في عيني ولا شيء كنت شايل همه طلع تافه طلع موضوع يعني ضغوط ضغوط الحياه هذه كلها بس مكتومه في صدرك اي جمع صدرك لين صارت مزعج اي يوم صدقت وقمت بكره لا والله الموضوع شيء بسيط ما يذكر يسر الله سبحانه ومشيت راحت الحياه ردت عنها والله بعض الاحيان تراكم عندك هموم في صدرك وتشوفه مثل الجبال لكن يوم تجلس مع نفسك وتشعر رحمه الله سبحانه وتعالى والامور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وان الخير بيد الله